اللي انت شفتيه هنا دي صورة من الهولوجرام. كل حكاية اننا بنلبس وعي الانسان بدلة جديدة، بدلة غير اللي خسرها بموت جسمه. عايز تتحدى الموت؟ يوسف اللي انت بتعمله ده غلط، بس انا عرفت ان احنا نقدر نطور نفسنا لو في اتصال بالانترنت. فاكر الحلم اللي انا حلمته كنت عايز اقول لك عليه وانت ما رضيتش تسمعه؟ دي تعرفي ايه عن الحلم بتاع امي؟ حلم انبوبه البوتاجاز. ودلوقتي هخليكوا تشوفوا ملك. لا انا مش عايز اشوف حاجه. اه يا بابي انا خايفه من مامي وانا فريا. دي كل حاجه صوتها وكلامها. انا مش عارفه اتملك اعصابي يا يوسف. معلش معلش، ايه اللي انا شايفاه ده؟ أنا مش عارفة أتملك أعصابي يا يوسف. معلش معلش، اهدي اهدي، أنا قلت لك الموضوع صعب. معلش. إيه اللي أنا شايفاه ده؟ في إيه؟ أنت إزاي تحضن فرح بالطريقة دي؟ وأنت إزاي تقبليه كده؟ لو ملك عايشة ما كانش هيبقى رد فعلها كده. ملك عايشة هو بتكلمك. هو إيه اللي بيحصل ده يا يوسف؟ مش عارف. ملك فضلك لا أوضة لارا. لا مش هطلع غير لما توعدوني انتوا الاتنين ان ده مش هيتكرر تاني. انا بعتبر يوسف اخويا. ليه؟ انتي نسيتي انتي حكيتي لي ايه من شويه؟ هو انتي مش قلتي لي انك كنتي بتحبي يوسف اول ما قابلتيه؟ وان هو حبني واتجوزني انا بعد ما عرفتينا على بعض؟ ايه الكلام ده؟ انت اصلك ما تعرفش الموضوع ده. انا عايزه امشي. استني يا فرح، انتي بجد قلتي لها كده؟ انت بتسالها؟ يعني أنا هكون بكذب مثلا؟ رد يا فرح. من فضلك روحي دلوقتي. لا مش همشي. رد يا فرح. روحي دلوقتي وإلا أنت عارفة أنا هضطر أعمل إيه. هتعملي شات داون؟ رد يا فرح. أيوة قلت. أنا عايز أمشي. استني هوصلك. تفضل. فرح، أنا ممكن أعرف أنت ليه قلت الملك إن أنت بتحبيني؟ علشان هي دي الحقيقة. أنت نسي إن أنا أعرفك قبل ما تقابل ملك بشهر ونص؟ غريبة، أنا عمري ما حسيت ده من ناحيتك. علشان في الوقت اللي كنت بفكر ألمح فيه بكده انت شفت ملك واعجبت بيها من اول مره شفتها، مع انك كان بقالك شهر ونص تشوفني وما حسيتش ناحيتي بحاجه، فكان طبيعي اني ابعد. فعلا عمري ما حسيت بكده، وملك كانت عارفه ده طول الوقت. عرفت بعدين واحده صاحبتي حيوانه قالت لها، بس انا وقتها فعلا كنت ابتديت احس ان انت زي اخويا. بس انتي ليه اخترتي تقولي ملك دي بالذات؟ معلومه زي دي الكوبي يعني. معرفش، بس يمكن علشان حسيت ان هو ده اكبر سر في حياتنا، واني لو ما قلتلهاش ابقى بخونها او احس انها مش ملك، وانا ما كنتش عايزه احس بكده. بصراحة أنا متفاجئ، لأني عمري ما حسيت ده منك أبدا. ولا عمرك كنت هتحسه. أنا وملك مش مجرد أختين توأم، إحنا روحنا كانت في بعض. ومع الوقت أنا فعلا بقيت أحس إن أنت زي أخويا. المشكلة إن أنت اديتي ملك دي معلومة خطيرة ترتب عليها مشاكل كبيرة أوي يا فرحة. إن ملك اللي قدامك دي تطور من نفسها زي إحنا ما بنطور من نفسنا بالظبط. إيه ده؟ بتبص علينا. طيب، أبقى واحد دلوقتي وأنا هرجع لها. حاضر. خلي بالك من نفسك. الحق بقى، ما كانش مفروض تقولي لفرح الكلام اللي قلتيه، كان المفروض تكسبيها. ده ما كانش قرار يا طنط،
أنا طبيعتي كده. عارفة إيه أكتر حاجة كانت مخوفاني؟ إيه؟ إنه يعمل لي شد عون قدامها. بس ده قراره ومن حقه. اسمعي يا دود، إحنا لازم نأمن نفسنا. يوسف مش في حالة طبيعية أبداً تقدر تخليه ياخد القرار السليم. في حاجات يوسف يعرفها ومش عايزنا نعرفها. وإيه اللي ممكن نعمله؟ في ثغرات جوه السيستم، لو قدرنا نوصل لها يوسف هيفقد السيطرة علينا. حتى لو شال الكاميرات هنبقى في حالة تفعيل، بس هو ولا هيبقى قادر يسمعنا ولا شايفنا. طب وإحنا هنستفيد إيه لو بقينا موجودين ومحدش شايفنا ولا سمعنا؟ هنستفيد إيه؟ إننا نبقى موجودين. أنا فكرت في اللي أنت قلته. جريسة البقايا يا دكتور من أهم الأفكار اللي بتميز سلوك الميت كابي، وده لأنها ببساطة كده بتقربه من إنه يبان يعني زي أي بشر عادي. يعني مثلا لما بيقرب من الشباك، على الرغم من إنه بيبقى عارف إن ده خطر جدا عليه، بس بياخد رد فعل بني آدم طبيعي جدا، وده بيخليه مقنع أكتر وشكله طبيعي أكتر، زي ما أنت طبعا فاهم يا دكتور. أنا فاهم، بس كونك تبقى مشارك في التصميم ده شيء، وإنه يحصل لك بشكل شخصي ده شيء تاني خالص. ده غير الغيرة، رد فعلها طبيعي قوي كأنها بني آدم طبيعي. ما انكرش إن فخور جدا بالنتائج اللي أنت بتقولها لي ديت، بس أنا عايز أحذرك من حاجة مهمة جدا. الكوبي اللي عايش معاك دوت تقريبا كده بني آدم طبيعي، بيفكر زيه زي أي بشر، وعشان كده توقع منه أي حاجة. أيوة، بس حتى اللي أنت بتقوليه ده ممكن يحصل إزاي؟ لازم حد يقعد على الجهاز بتاع يوسف ويتعامل مع الثغرات دي لصالحنا. ومين الحد ده؟ بنتي طبعا، لارا. بس انت ما بتردش عليهم يا يوسف، وده مش صح. وعلى فكره دكتور هندرسون زعلان جدا، انت مش متخيل هو متضايق ازاي. كنتش في حاله طبيعيه يا كريم، هبقى اكلمه. ماشي يا يوسف، بس من الواضح ان انت دلوقتي بقيت احسن من الاول بكتير، وعشان كده لازم ترجع عشان نخلص شغلنا. اصل المشروع مش هينفع يتاجل، خصوصا ان هو اصلا خلصان. عندك حق، هكلمه فعلا. بس دلوقتي في حاجة أنا عايز أخد رأيك فيها، مش عارف إذا كنت هتساعدني ولا لأ. خير، قلقتني. دلوقتي الكوبي ملك وأمي عندهم معلومات أنا نفسي معرفهاش، يعني مش أنا المصدر. تفتكر ممكن يكونوا عارفوا المعلومات دي إزاي؟ طب وأنت تفسيرك لده إيه؟ معرفش يا كريم، ما أنا بسألك أهو. بص يا يوسف، أنت راجل بروجرامر وأنا راجل بتاع علم نفس، ومع ذلك أنا فهمت وأنت لأ. أنا فاهم، بس مش قادر أصدق الصراحة. طب شوف يا يوسف، أنا ما عنديش معلومة أكيدة، بس اللي أنا أقدر أقوله لك إن كلامك دوت ملوش إلا معنى واحد بس، إن حصل هاكينج لموبايلات العيلة عندك، وغالباً تم تسجيل حوارات معينة، وهم من عندهم هناك زودوها على النسخ بتاعتك لملك وفكرياً. موضوع التجسس ده فعلاً كان مطروح، بس إحنا رفضناه كلنا. معقولة؟ معقولة يكونوا عملوا معايا كده أنا؟ وأنا بالذات؟ طب ليه؟ جايز ما يكونش معاك أنت بس، جايز يكون معمول معانا كلنا، او يمكن علشان انت اهم واحد شغال في المشروع دوت، فيمكن عايزين يعرفوك ان انت دايما تحت عينيهم. بس دي خيانه يا كريم، ما ينفعش كده. بس ما تنساش ان انت عملت اكتب للنسخ كلها بشكل كامل، وانت عارف ان دوت ممنوع في المرحله ديت. عموما نصيحتي ليك ان انت تكلم دكتور هندرسون، ويا ريت في اقرب وقت، يعني النهارده قبل بكره. البنت خايفة مني يا يوسف، دي كل ما بتشوفني بتترعش. معلش، الوضع برضو كان يخض، خصوصا بالنسبة لطفلة في سنها. بس أنا عايزة أشوف بنتي، بنتي وحشاني. حاضر حاضر، بكرة هتكلم معاها وأحاول أهديها. هو أنا ليه حاسة إنك مش حاببني؟ أوعى تكون ناوي تتخلص مني. لا لا خالص، أنت ليه بتقولي كده؟ بس يمكن طول الوقت بتفكريني بملك. يا أخي أنا ملك، أنا ملك، أنت فاهم؟ إزاي بتزعقي فيا كده؟ ما ينفعش تزعقي فيا. لأن دي شخصيتي، شخصيتي اللي أنت عايز تلغيها، ولا خلاص زهقت مني؟ يمكن عشان مش عارف تلمسني. يمكن كمان
عشان كل حاجة فيكي أنا اللي صنعها. صانعها؟ أنت ما عملتش فيا أي حاجة، أنت بس نقلتني من وضع لوضع، من صورة لصورة، من جسمي اللي مات للي أنت شايفه. حتى الكلام ده أنا اللي ما أعرفهولك. معنى كلامك ده أن أنا ولا حاجة؟ أنا حد هتنط فكرية. كوبي فكرية معمول له شوت داون. أنت إزاي تعمل فينا كده؟ مش من حقك على فكرة، مش من حقك. أنت رايحة فين؟ مش عايز أشوفك. كريم أنا آسف جدا إن صحيتك في وقت زي ده، بس الكوبي بيزعقني بتعلي صوتها عليا لحد سابت لي الأوضة دلوقتي ومشي. أنت غريب قوي يا دكتور يوسف، المفروض تكون مبسوط. مش ده كان هدفنا إننا نوصل للكوبي إنه يبقى بالشكل ده وإنه يبقى قادر على إنه يفكر وياخد قراراته؟ أمال إحنا سميناها كوبي ليه؟ عشان يبقى نسخة تبقى الأصل. أيوه بس القرارات دي المفروض ياخدها بناء على المعلومات والداتا اللي أنا مديها له، انما دي بتتصرف على انها تعرف حاجات اكتر من اللي انا مديها لها. ازاي؟ وده بياكد فعلا اللي انا قلته لك الصبح، واضح ان هم فعلا زودوهم بحجم داتا كبير عن طريق الهاكينج لموبايلاته. عموما انا لو فضلت اتكلم معاك دقيقه واحده كمان مش هيجي لي نوم للصبح. تصبح على خير يا دكتور. كنت عايزة أتكلم معاك. خير؟ كنت عايزاك تديني فرصة أثبت لك فيها إني أحسن وأقدر أساعدك بشكل أكبر. دي مالكيش أي ذنب في اللي حصل. أنا السبب. أنا اللي حطيتنا كلنا في الوضع ده. انت ازاي مش قادر تصدق ان الوضع ده هو الاحسن ليك واللارا والفرح؟ انتوا انا موجودة هنا ازاي؟ افتكروا اني بقيت موجودة فعلا. جرب صدقني مش هتندم. وعلى فكرة لارا النهاردة ندهت عليا ولعبنا مع بعض، كل حاجة هتتحسن مع الوقت. المهم ما تصحبيش عليها الامور، تصرفي تصرف زي اللي عملتيه امبارح. فرح ارجوك تخليني اكلمك. فرح. ايوه يوسف ازيك؟ طمنيني عليكي، عامله ايه النهارده؟ كويس الحمد لله. في حد جنبك؟ لا، ماما في اوضتها وبابا نزل. طب كويس. مالك عايزه تكلمك؟ ها؟ معقول يا فرح تزعلي مني؟ انتي اللي زعلانه. انا عمري ما اقدر ازعل منك يا فرح. انا يمكن ساعات بتعصب او بتضايق، بس عمري ما اقدر ازعل منك. احنا ملناش غير بعض. بليز انا مستنياكي النهارده. بحبك. وانا كمان بحبك قوي. مع السلامه. شفت صلحتها؟ كل حاجه مع الوقت هتبقى احسن. مبسوط مني؟ اكيد. بتحبني؟ أكيد بحبك يا ملك. يا ماما علشان خاطري كفاية عياط، أنا محتاجة أتكلم معاكي. محدش يقول لي بطلي عياط. عندك حاجة عايزة تقوليها لي قوليها، أنا سامعاكي. إنما أنا عمري ما هبطل عياط على بنتي. عايشة يا فرحة. طيب في حاجة كده
لو قلتهالك ممكن تهديكي شوية، بس أنا مش عارفة أقول ولا مقولش، مش عارفة هيكون صح ولا غلط. يا بنتي أنا مفيش مخ للألغاز دي، عندك حاجة عايزة تقوليها لي قوليها. حاضر حاضر. طيب أنا عايزاكي بس تهدي كده وتسمعيني كويس. فرح سيبي أمك في حالها، ماما تعبانة دلوقتي حبيبتي، خش اسمعي ريح شوية. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت اتجننتي؟ يا بابا انا قلت لك انا شفت ايه؟ انا حسيت ان ملك لسه عايشه، او على الاقل جزء منها لسه موجود. لو الحكايه زي ما بتقولي وامك شافت اللي انت بتقوليه ده ممكن تقع من طولها، بطل اللعب عيال وكلام فارغ، سيبيها في حالها بقى، انا مش حامله خبطه ثانيه. هو الكلب مش بيحب القطة يا مامي؟ فرح فرح، هو الكلب مش بيحب القطة؟ بيحبوا بعض يا حبيبتي لو متربيين مع بعض من هم صغيرين. لارا قومي نامي. مامي لسه بدري انا مش عايزة انام. قلت قومي نامي. خليها يا ملك يا اجازة، اصلا انت كمان بتنامي. يلا يا لارا. طب يا حبيبتي اقعدي اتفرجي على الفيلم. ملك تعالي. عايزاني أكون صريحة معاكي، أنا بصراحة لحد دلوقتي ورغم كل الوقت اللي قضيناه مع بعض مش عارفة أتقبل الواقع اللي بيحصل. أكيد مبسوطة إن في نسخة من أختي قدامي، بس في نفس الوقت في حقيقة مش عارفة أنساها. أنا واقع يا فرح، والواقع ده حقيقة، وواقع إن أختي ماتت وشفتها بتدفن قدامي دي برضه حقيقة. فرح أنا جوايا ليكي حب كبير، بس جوايا كمان إني أتحول بمشاعري على حسب اللي حواليا بيعاملوني إزاي. خلي بالك، خلي بالكوا كلكم. أنا بصراحة مش فاهم ليه يا يوسف كل شوية بتأجل شهر ورا التاني، ما تخلينا نخلص يا عم. يا كريم أنا نفسيا مش مستعد أسافر دلوقتي، وبعدين أنا عايش تجربة بنفسي أعتقد ده هيكون مفيد لينا كلنا قبل ما نعلن عن مشروعنا. أنا طلبت مهلة شهر كمان. يا يوسف خلينا بقى نفاجئ العالم كله. تعرف أقولك اللي جوايا بصراحة؟ طبعا قولي. أنا بعد ما عشت التجربة دي بنفسي مبقتش متأكد إن اللي بنعمله ده هيكون مفيد في حياتنا كبشر ولا لأ، بجد ما بقتش عارف. شوف يا يوسف، هو هيبقى مفيد لو اتحط في اطار محدود، لكن فكره ان الكوبي يكون عايش معاك يوميا وبيشاركك حياتك الروتينيه الموضوع فعلا شكله مؤذي. وغريب، غريب قوي، محيرني. قول لي صحيح، هو انت ايه شعورك ناحيتها؟ قصدي يعني لما بتغيب عنك مده طويله وترجع تشوفها بتوحشك؟
وحشني، ببقى نفسي ألمسها، لما بشوفها ببقى عايز أخدها في حضني، في نفس الوقت ببقى عارف ومتأكد إن دي مش هي، دي مش ملك، لأن أنا اللي صنعها. وبرضه مش قادر استغنى عن وجودها، لا انا ولا بنتي. مش بقول لك غريب؟ ايه يوسف، انت لسه قدامك كتير؟ اصل انا تعبانه قوي وعينيا بتقفل وحاسه ان داخل عليا دور برد وخايفه اعدي لورا. لا 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 خالص، مسافه الطريق هكون عندك مش هتاخر. طيب اوكي يا حبيبي، مستنيك. وانا بقولك لا يا ملك، اللي بتقوليه ده مش هينفع، ولو قلتيه تاني انا هقول ليوسف. ليه يا طنط؟ هو اللي بقوله ده يدور يوسف في ايه؟ انا عايزه احمي يوسف من نفسه. هو احنا يا طنط لو خرجنا من حياه يوسف ولارا هيبقوا مبسوطين؟ يوسف ادرى مننا بمصلحته. صح، عندك حق. لارا تعالي يا زيكي، تعالي بالراحة بس عشان فرح ما تصحاش. لارا حبيبتي الشطورة، احنا هنعمل مفاجأة كبيرة قوي قوي لبابي علشان عيد ميلاده. أهم حاجة بس عايزاكي تركزي معايا قوي علشان اللي هنعمله ده لازم نخلصه بسرعة قبل ما بابي يجي. أوكي؟ أوكي أوكي، مش عايزاكي تقولي لأي حد خالص ولا حتى بابي عشان دي مفاجأة حبيبتي. أوكي؟ أوكي. دوسي كده على كلمة مادل على اليمين. معلش حبيبتي احنا قربنا نخلص، دوسي بس على كلمة active voice commands. اوكي. شطورة، اهم حاجة زي ما اتفقنا مش هتقولي لبابي ولا الفرح ولا لأي حد خالص على اللي حصل ده عشان دي سربرايز لبابي. اوكي؟ اوكي. اوكي. يوسف ايه ده، انا نمت ازاي؟ يا لارا فين؟ لارا فوق في اوضتها، انا اطمنت عليها. انت ايه اللي نايمك كده؟ انا شكلي عييت، حاسه اني سخنه قوي. كتر يا فعلا اني سخنه، حاسه ان جسمي مكسر قوي كمان. سلامتك. الله يسلمك. طب ابعد عشان ما تتهديش. فداكي، انت ايه اللي عمل فيكي كده؟ يمكن التكييف، انا اصلا ما بستعملش التكييف ابدا. طب خليكي، هطلع اجيب لك حاجه للبرد تاخديها. هي ملك وطنط فكريه فين؟ لا انا محدد مواعيد بوجودهم هنا، هم فوق في اوضهم في الوقت ده. انا حاسه اني خدت دور جامد قوي. فعلا باين عليكي. هطلع اجيب لك حاجه للبرد ونقيس الحراره كمان. لا لا مالوش داعي، انا اصلا همشي. تمشي تروحي فين يا فرح؟ استني، انت ما تعرفيش انت غاليه عندي قد ايه.
ايه ده؟ دي ازاي طلعتي كده فجأة؟ وبعدين انتي المفروض تبقي واقفة او قاعدة بشكل طبيعي اكتر من كده. هو انت ليه طول الوقت بتحسسني ان انا فيا ايه؟ انا كنت بتحرك بشكل طبيعي على فكرة، وبعدين انت دخلت. طيب خلاص خلاص اقعدي. ليه؟ عشان انا قلت كده. حاضر، بس عايزة افهم في ايه؟ في ايه في ايه؟ مفيش. يوسف انا بحبك قوي يا يوسف، بحبك بس مش حاسة ان انت بتعملني حلو خالص. انت ليه ما بقتش تحبني يا يوسف؟ لو بتكرهني موتني واخلص مني. انت بتعيطي؟ طب ازاي؟ ما ينفعش. بعيط لاني مش حاسه انك بتحبني. لا 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 خالص، انا مش عايزك تحسي كده. بصي خلينا نتكلم في الموضوع ده بعدين، هنزل اعمل حاجه وراجع لك على طول. حاضر. هي الادويه دي لمين؟ فرح تعبانه تحت شويه، هديها الدواء وهرجع لك. ما تتحركيش من مكانك. اسف ان تاخرت عليكي، واسف كمان التكييف بتاعنا تعبك. انت عارفه ان درجه حرارتك 40؟ بس مش 50 ولا 60 يعني. اه والله عينك بدات تخرفي. واحنا طالعين انا قعدت تقولي كلام مش مفهوم خالص، كانه تعويز. بس يوسف والنبي ما تخوفنيش، انت عارف ان انا لما بشوف ملك او طنط فكريه وانت مش موجود بحس اني خايفه. طب وانا موجود تحس بيه؟ بصراحة طول عمر وجودك بيحسسني بالأمان. هو فين تليفوني؟ عايزة أطمن ماما وبابا. لا لا ما تقلقيش، أنا كلمتهم وطمنتهم وقلت لهم إن أنتي هتباتي هنا. لا لا هباتي هنا، لازم أقوم. لا 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 مش هيحصل، مش هتمشي من هنا غير لما أطمن عليكي وحرارتك تنزل. وبعدين أنت عارفة من ساعة ما بدأتي تيجي هنا والبيت دبت فيه الروح، يا ريتك تفضلي معايا على طول. خايفة مني يا حبيبتي؟ أنا أختك. لا معلش، أنا بس عشان كنت نايمة وأنتي صحتيني. هو أنتي عيانة؟ أه جالي دور برد جامد قوي. سلامتك يا حبيبتي، ألف سلامة عليكي. أنا بس ما صدقت يوسف وجوزي نام، قلت أجي أتكلم معاكي شوية. في موضوع عايزة أتكلم معاكي فيه. ماشي قولي. أنا هتكلم معاكي بصراحة، أنا غيرانة من علاقتك بيوسف يا فرح. أنتي طبعاً أختي، أنا ما أقدرش أزعل منك، بس في نفس الوقت الموضوع بقى شكله بايخ قوي. هو أنتي لما بتغيري بتحسي بإيه؟ إحساس غريب، غضب كبير، غضب ممكن يحرق أي حاجة،
وفي نفس الوقت ببقى حاسه اني عايزه اعيط. طب هو انت حاسه بكده دلوقتي؟ لا مش قوي، بس كنت حاسه بكده من شويه. طب انا اسفه اني خليتك تحسي بكده، اوعدك مش هخليكي تحسي بكده تاني. تصبحي على خير. صدقيني الجزمه، يعني انا جايه اتكلم معاكي تسيبيني وتنامي؟ ملك اختي كانت دايما تقول كده لما تبقى زعلانه. فرح، انا ملك يا فرح، مفهوم؟ اسيبك يا حبيبتي تكملي لي. تصبحي على خير. ازيك يا يوسف؟ ازيك يا ماما؟ انا مش مبسوطه، مش كويسه. ليه؟ انت حابسنا هنا ليه يا يوسف؟ ما تشوف حالك وتسيبنا نشوف حالنا. بس انا ما اقدرش اعيش من غيركم. هو انت فاكر ان انت كده عايش معانا؟ ولا انت كده عايش اصلا؟ خلصنا يا ابني، خلصنا وخلص نفسك. انا مش عايز اسمع الكلام ده مره تانيه. انا عارف انا بعمل ايه كويس. فوق يوسف، فوق قبل فوات الأوان. يا إما أنت تفوق يا إما أنا اللي هفوقك. هتفوقيني إزاي؟ هتضربيني بالقلم؟ مش ده اللي مخليك فاكر إنك رجعتنا ومفهم بنتك إننا موجودين وعايز تنزع من راسها فكرة إن البني آدم يموت؟ لا يا يوسف، الجهاز ده عمره ما هيلغي إرادة ربنا، وعشان كده أنا هكسره. للأسف أنت ما تقدريش تلمسي أي حاجة. تحب تشوف؟